بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنتكلم عن موضوع جدا مهم وهو الاستقرار. الاستقرار الموازنة بين المهارة والمعرفة. ما هو الاستقرار؟ الاستقرار في اللغة مصدر استقر، أي لم يطرأ عليه تغيير. مثال على هذا الشيء أكلة جدا معروفة اللي هي الأصيدة. نقدر نقول أن الأصيدة أكلة مستقرة جدا. ليش؟ لأنها معروفة، لأنها معلومة في الاستهلاك، لأنها مفهومة لدى المختصين اللي هم الفنانين أو الطباخين في طريقة الإعداد. فبالتالي هي معروفة، هي معلومة في الاستهلاك، وهي مفهومة في طريقة الإعداد. مظاهر الاستقرار نفس ال3 خطوات نطبقها على منتجات من حولنا، مثلا السيارات، في مجال السيارات وفي مجال الطبخ وفي مجال القهوة نفس الشيء. طريقة الاستهلاك مختلفة، طريقة الإعدادات مختلفة من مكان لآخر. لو ركزنا شوية على موضوع السيارات، احنا حنصل برضو في السيارات في اختلاف في الإعداد واختلاف في الاستهلاك. مثلا السيارة الجيب يعني استخدامها مختلف، السيارة السريعة زي الفراري استخدامها مختلف، السيارة العادية استخدامها مختلف، لكنها كلها سيارات في يعني تعريفها المبسط هي كلها واحد، وطريقة قيادتها هي كلها واحد، لكن في تفاصيل في كل النواحي، معرفة ومعلومية ومفهوم مختلفة، تمام، لكن في الأساس هي واحدة. مهددات الاستقرار هي 2 حاجتين: السرعة في التحسين والتغيير في التجميع. السرعة في التحسين معناته أن أنا أطلع إصدارات مختلفة، فأنا كده أسبب إرباك للمستهلكين وأسبب إرباك للناس الفنيين. الشيء الثاني اللي هو التغيير بشكل كامل، تمام، هذا يسبب مشكلة مش إرباك للفنيين وللمستهلكين، لأنه مش بس أنه هي تحسنت فأنا لازم أعرف الفرق، لا، هي تغيرت تماما، فلازم أنا كفني أتعلم من جديد، ولازم أنا كمستهلك أتعلم ثاني مرة كيف تستهلك. كمثال بسيط، إذا تكلمنا عن الأكل، تجد إنه أنت من منطقة لمنطقة طريقة الاستهلاك مختلفة، فلما تغير الأكلة وتغير طريقة الاستهلاك هذا صعب، شيء ما تعود عليه، لازم ياخذ وقت عشان يتعود عليه. فتاني مرة نتكلم عن السرعة في التحسين والتغيير في الاستهلاك والتحسين معه. الحفاظ على الاستقرار يعني 2 حاجتين. الحاجة المهمة الأولى هي إعادة الإنتاج وتكرار وليس تكرير المنتج، هذا شيء أساسي. الشيء الثاني تقنين التحسين، التحسينات، بحيث ان تكون التحسينات تنزل في يعني او خلينا نتكلم تتم في اوقات معلومة ومعروفة. التحسينات تكون ما تكون مفاجئة، فبالتالي هذا ما يسبب ارباك للمستهلكين وما يسبب ارباك للناس الفنيين. في الجانب الآخر لو نتكلم عن مثلا تغيير أو إعادة تكرير أو تكرار وليس تكرير المنتج، معنى هذا الكلام أنه لو كانت السيارة مثلا بيتل، معناته أنا يكون في عندي سيارة ثانية، تمام، هي بيتل، نفس الشركة، نفس المواصفات العامة ونفس الاحتياجات اللي موجودة وتفرضها شريحة العملاء، لكن بمعطيات جديدة وإضافات جديدة حصرية ومفيدة. الآن نحن تكلمنا إلى الآن في جوانب مختلفة
عن الاستقرار، نحن تركيزاً قاعد نتكلم عن الاستقرار، فبالتالي هنخرج وندخل في مجالات مختلفة. من ضمن المجالات اللي هي مثلاً يلاحظ فيها الجانب الاستقراري، الاستقرار يعني، هو الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي على صعيد الفرد وعلى صعيد الأسرة وعلى صعيد المجتمع مستقر، ولكن إذا كان في اختلاف يصبح غير مستقر. والملاحظة تكون فين بالضبط؟ تكون إذا كان الفرد مختلف عن الأسرة، أو إذا كانت الأسرة مختلفة عن المجتمع، أو العكس، أنه يكون المجتمع مختلف عن الأسرة والأسرة مختلفة عن الفرد. هذا الاختلاف الاجتماعي يسبب عدم استقرار في نواحي عديدة مختلفة، لكن هو المسبب الرئيسي لعدم الاستقرار. التعايش الاجتماعي لما يكون في مجتمعات مستقرة، كيف يكون التعايش بينهم؟ لو نلاحظ المجتمعات هذه مش شرط أن تكون مجتمعات عادية، ممكن تكون مجتمعات فنية، ممكن تكون مجتمعات ثقافية، أو تكون مجتمعات مهنية. العلاقة بينهم لابد تكون مبنية على المعرفة، والمعرفة فقط. غير المعرفة يتطور إلى إشكال. لابد يكون على المعرفة. مثال للتعايش الاجتماعي، لو جينا نتكلم عن مثلا الطبخة، وافترضنا انه كل مجتمع بيصدر نوعية معينة او مخرجات المجتمع هذا منتج معين، مثلا زي البصل او البيض او هذا. ايش تجمع ثلاث الاشياء هذه؟ اكلات كثير. الاكلات هذه تدخل في اعداد يعني مثلا العناصر هذه اللي هي مثلا البصل والبيض والشطة تدخل في اعداد اكلات مختلفة. تمام، ايش هي الاكل اللي تجمع الجميع؟ هي الاكل المناسبة للمجتمع هذا. مثال تقريبي لكن للتوضيح فقط. اخر شيء نتكلم عن المغامرة. المغامرة هو يعني شيء جيد وشيء ممتاز، لكن هو إنجاز فردي فقط، صعب إنه يكون إنجاز جماعي. المغامرة دائما تكون فردية. مثالها ابن بطوطة، مغامرة فردية لكن فتح مجال كبير اللي هو الطيران. تمام، فالمغامرة دائما تكون نابعة عن تطلع، شغف، حب الاطلاع، لكنها تظل ودائما تكون فردية، وتكون يعني غير ربحية في الأغلب. أغلب الناس اللي دخلوا في مغامرات و في كل المجالات، سواء مجالات صناعية أو مجالات اجتماعية أو الأخيرة، المحصلة سلبية لكن النتاج إنجاز فردي. تمام، هذا بس المعلومة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.